الجماهير الناضوريه اللي سندتنا وكتبت لنا، كان واحد اللقاء مهم
الاسماء اللي كيعيش واحد سنة اللاعبين الخبرة تطلبوا انهم يشدوا علينا المنافذ ويديروا لنا كما كنقولوا ماركاج الطريق بعض اللعابة اللي كيديروا الفرق، ولكن واخا هكاك استطعنا اننا نزعفوا الدفاعات ديالهم ونسجلوا هدفين اللي ساعدنا اننا نشيروا الماتش بالاريحية. كل هذا اللي تحتاو يمكن غالبا كتمنى انك ديما لا تمشي تشوف هدف الوطني، يعني واش ما قدرتش عليك اليوم بس شفتيش خصوصا انك سجلتي في الاسبوع الماضي يعني هدف شبيه يعني نقولوا احسن هدف يعني في الوطني وتشدي على الفرنسي. انا عمرك كنت كنتوقع ان هذا الشيء غيبقى حيت اتحاد التمريره الطاقم التكنيكي عرفوني، كنت كنتوقع انهم يديروا لي واحد الحراسه وشد هذا. الحمد لله استطعت انني نخلق المساحات الاصدقاء ديالي اللي تحرروا، هذا هو الاهم، هو نحطوا ثلاثه النقاط ماشي الاهم هو انني نسجل. الحمد لله اننا فزنا وحطنا ثلاثه النقاط وفرحنا الجماهير الناطوريه، جاتنا الابتسامه وخرجنا من نتائج سلبيه، هذا هو الاهم. شي رساله للجماهير الفتحيه والناطوريه؟ الرساله كنشكرهم على هذا المساند اللي قدموا لنا اليوم. الجماهير هي الملح ديال المباريات، هي اللي كتخلينا اننا موتيفا ونعطيو اكثر. كنشكرهم وكنتمنوا انهم ديما يحجوا بكثره ويساندونا. العمر شكرا لك. شكرا رضا نجم القسم الوطني للهواد. كما شفتوا معنا كنا هنا بملعب مولاي رشيد بمدينه معروين، كما تبعتوا معنا اللقاء المباشر اللي جمع بين فريق الفتح الرياضي الناظوري واتحاد تمارة، المقابله اللي انتهت طبعا بتفوق فريق الفتح الناظوري بهدفين لصفر. الاهداف سجلهما كل من لاعب رشيد حمداني واللاعب جمال مروان في الجوله الثانيه. اذا هنيئا لفريق فتح الناظوري بهذا الفوز اللي رفع الرصيد ديالو 13 نقطه، وكنتمنوا له مسيره موفقه في باقي المقابلات. شكرا متابعينا الاعزاء، الى اللقاء في موعد اخر ان شاء الله.